سأبرهن من خلال مسارهن المهني والسياسي والنقابي عن انخراط النضالي في الحركات الحقوقية وفي الدفاع عن الحقوق العادلة للمرأة عموما والمرأة العاملة على وجه الخصوص. حماية المرأة العاملة هو موضوع هذه المائدة المستديرة، يسائلنا على أكثر من مستوى: جدلية النص القانوني والممارسة الميدانية، سواء بالوحدات الصناعية التي تؤطرها عقود الشغل، أو الوضعية المقلقة والمقلقة جداً للمرأة بالعالم القروي التي تعيش تحت وطأة فقر واقتصاد غير منظم، حيث تذهب تقديرات المؤسسات الوطنية والدولية بأن نسبة تتراوح في 60-80% من الساكنة النشيطة المشتغلة في المغرب تزاول أنشطة تندرج ضمن اقتصاد غريب. لقد أعدت مؤسسة الفقيه الرضواني بشراكة مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات دراسة علمية مؤسسة على مقابلات مع نساء عاملات بوحدات صناعية بسلا، كما قامت بزيارات ميدانية ومقابلات للعديد من النساء في الأسواق بالعالم القروي بخميسات وتيفلت، وخلصت إلى استنتاجات يسعد المؤسسة أن تعرض خلال هذا اللقاء ملامحها الكبرى. لقد أردنا من هذا اللقاء أن يكون ذا طابع عملي براغماتي، نستبعد من خلاله قدر الإمكان طرح المعلومات المتداولة للوقوف الفعلي على الممارسات الميدانية والأوراش المواكبة التي تنجزونها على أرض الواقع، كما نسعى إلى معرفة برامجكن المسطرة التي تعتقدن أنها بالإمكان أن تساعد على بلورة سياسات عمومية واضحة وعملية، وعن تصوركن لمعالجة مظاهر الهشاشة للمرأة القروية والسعي نحو تأطيرها تشريعيا وتنظيميا. وقبل أن نشرع في الحوار المفتوح، أعطي الكلمة للأستاذ نصفي لعرض واحد الخلاصة للدراسة التي قامت بها المؤسسة، ثم نفتح النقاش فيما بعد. بالنسبة لنا كمنظمة النساء الاتحادية نعتبر أن مقاربة موضوع حقوق النساء العاملات خصو يتخذ على ثلاثة المستويات. المستوى الأول مرتبط بالقوانين الإطار المنظمة لحقوق الشغل في المغرب بالمدونات الشغل. المستوى الثاني مرتبط أيضا بالقانون المنظم للعمل النقابي. المستوى الثالث مرتبط بالقانون المنظم للإضراب. ووسط هذه المستويات بثلاثة هناك التكوين والتأطير اللي خصها تتمتع به هذه المرأة العاملة، هناك أيضا الفضاءات ديال الشغل كيفاش خصها تكون وكيفاش خصها تحترم الخصوصية ديال النساء، وكيفاش الأمر ترتبط أساسا بانخراط مباشر ديال الهيئات ديال المشغلين، هيئات المشغلين. الأمر الأخير اللي بالنسبة لي مهم هو أنه جزء مما تتعرض له النساء العاملات مرتبط بقوانين أخرى كاينة في بلادنا اللي خصها تقوى وخصها تضرب بقوة على المتحرشين بالنساء داخل فضاءات العمل، وعلى شكون اللي تستغل هذه المرأة تخدم أكثر من ساعات العمل وغير ذلك. وهنا عندنا جزء من هذه الأمور مرتبطة بإصلاح القانون الجنائي، وجزء آخر مرتبطة بقانون التجارة بالبشر. إجمالا اليوم النساء المغربيات العاملات في القطاع الخاص محتاجات على أنهم يدركوا حقوقهم وواجباتهم. هذه الحقوق والواجبات مرتبطة باش بوضوح الإطار القانوني الوطني المنظم للعمل داخل القطاع الخاص، لأنه مازال عندنا مدونات شغل خصها تعاود 20 عام ما تعاودات، ومازال عندنا الكثير من الوقائع اللي تتحدث داخل البنيات ديال المقاولات الخاصة اللي تتقول لنا على أنه العاملات داخل هذه البنيات عندهم يعاني من الاضطهاد، من التحرش الجنسي، من الاستغلال ديالها، من هذا، من التمييز بناء على الجنس، وهذا الشيء خصو يتصحح في بلادنا. نجاة السيمو،
عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. اليوم لبينا الدعوة ديال مؤسسة الفقيه التطواني من أجل مناقشة موضوع من أهم المواضيع اللي هذا، والنقاش خدا واحد الحيز، واحد الوقت حيز زمني اكثر من اللي كان منتظر نظرا لأهمية الموضوع، وهو يعني الحقوق ديال المرأة العاملة والدراسة اللي قامت بها المؤسسة المنطقة الصناعية، واللي كانت من المخرجات ديالها أن واحد العدد مهم ديال النساء كيعانيوا من الهشاشة، وكيعانيوا من التمييز في الأجور، كيعانيوا من العراقيل يعني اللي كترتبط بانعدام البنية التحتية، كيعانيوا يعني من عدة مشاكل. كانت فرصة أننا يعني نشوفوا جميعا باختلاف التلوينات ديالنا والتوجهات ديالنا والانتماءات ديالنا، إلا أننا كنا يعني على كلمة واحدة على أساس أن أسباب ومسببات هذا التفاوت وهذا التمييز اللي كتعيشه المرأة راجع إلى جزء منه إلى ما هو قانوني، وكاين هناك أسباب متعلقة بما هو ثقافي واجتماعي، وكاين جزء آخر اللي هو متعلق بما هو يعني تربوي، بما يتعلق من يعني من انتشار الأمية في الأوساط ديال النساء، من عدم تمكن المرأة من الدفاع عن الحقوق ديالها نظرا لعدم الدراية ديالها بها، نظرا كذلك الدور النقابي وممارسة العمل النقابي التي لا تحترم في أوساط العمل، تعرض ديال المرأة للتحرش والعنف في أماكن العمل، وكذلك في إبان أو في خلال يعني الذهاب ديالها في الفضاء العام كيف كنقولوا. امرأة من بين ثلاث نساء تعرضت في المسار ديالها وفي الحياة ديالها العنف والتحرش. كذلك هناك يعني مؤشرات وأرقام جد صادمة اللي كتدل على أن يعني النساء في وضعية هشاشة، وفي وضعية اللي كتستدعي إجراءات اللي المؤسسة غادي يعني غتجعل منها واحد المذكرة ترافعية. خدات واحد المجموعة ديال التوصيات اللي عبرنا عليها، واللي غادي تحاول أنها ترتبها من توصيات مستعجلة، توصيات اللي ممكن أنها تكون يعني متوسطة المدى اللي تطبق في واحد المدى متوسط، وكذلك ربما توصيات وإجراءات اللي ممكن أنها تنتظر شيئا ما. ومن مسائل مستعجلة هو أن واحد الهيئة اللي هي ديال المناصة ديال المساواة والمناصفة اللي يعني كاينة في الدستور اللي باقي ما خرجتش للوجود، وكذلك كاين واحد القوانين، واحد القوانين دولية اللي لم تتم المصادقة عليها، منها القانون ضد العنف ديال العنف ضد النساء اللي هو القانون 109، وكذلك التوصيات المتممة له اللي منها توصية 206 لجميع يعني الحركات النسائية كطالب بالتعجيل بالمصادقة على هاد القوانين، وكذلك يعني تكييف القوانين الوطنية مع هاد القوانين الدولية. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.